كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أكيد جيت سعيد بالدعوة ديال مصلحة السجون اللي كان في طنجة وحقيقة أن هو مشهد مأساوي شوية، لأن تشوف المرأة المغربية أن مسجونة يحز في قلبنا كثيرا. ما أنا عارف متأكد بأن المرأة المغربية ميمكنش تعمل جريمة إلا إذا كانت على وليداتها ولا الكرامة ديالها ولا باش تجيب طرف الخبز لوالديها، يمكن الطريقة غلط. مي المشهد محزن وكنتمنى ان نكونوا فرحناهم غير شويه، لان هذا هو الدور ديالنا في الحياه، واننا نبعثوا شويه الفرحه في القلوب الناس، وان شاء الله الله يفرج عليهم، الله يفرج عليهم يا ربي، لان متاكد كاين عائلات وليدات اللي كيبكيو عليهم كل نهار انهم يرجعوا لعندهم، وان شاء الله تكون اخر الاحزان بالنسبه لهم ويتعلموا الدرس بان الحياه ربي هو الرزاق، فهمتني؟ لان الانسان ما يحاولش يعمل بزاف ديال ليفور، لان القدر مع الدوره كاين كيضحك، فهمتني؟ فخلي على الله والانسان يسلم الامور ديالو لله سبحانه وتعالى، لان شحال ما فكرتي غتكون بعض الاحيان غلط، وديك الغلط راه كاين القانون اللي كيجرمو ويخليك انك تكون هنا. فكنتمنى ما كنتمنى حتى شي واحد، حتى شي مسلم ولا حتى شي انسان انه يتسلم الحريه ديالو، انها صعب جدا. احنا ماشي اول مره، يعني احنا مع السجن المدني، يعني نهار اللي كيحتاجوا جمال نور الدين كيجبروهم. هذه تقريبا قبل ما كاع يتعرفوا جمال نور الدين كاع ما دازوا في التلفازه، يعني كانوا كيحتاجونا في السجن المدني، كيجبرونا ماشي غير في طنجه، يعني حتى السجن ديال السوق الاربع ديال العرايش، ودائما كنتقاسموا هذه الفرحه مع هاد الناس هذو، حنا كنكونوا فرحانين. خليك شويه نبدا تقول شي حاجه. احنا فرحانين وجيت سعداء اننا كنتواجدوا في هذه الليله السعيده، الليله العظيمه، ليله سعيد الفطر. فحال قال لك جمال، حنا ماشي اول مره كتوجدوا في هذا السجن المدني، يعني كنلبيو الدعوه في اي فيق فيق، ما حتاجوا تجيو بياسات، لانه هذو الاعمال اللي كيقوا واقفين مع جمال نور الدين، ويعني كتجي تخدم وانت فرحان، يعني كتوصل حاجه من القلب، كتوصل للقلب، يعني كلشي يكون فرحان، كلشي سعيد. وكنقولوا لهم هاد الناس هذو عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا بالصحه لهنا وتعيدوا تعاودوا ان شاء الله. والله يطلق الله يطلق صراحكم طبعا، ويعني بركه الزمان يعني عمل الشغل ديالو، حنا خصنا نوقفوا بجنبكم ونكونوا دائما ازركم ونشارككم الفرحه ديالكم، وحنا دائما راه الاشاره ديالكم، والله لقينا في سعد الخير حق ماشي في هذه المؤسسه، على برا ان شاء الله. فرحان بزاف بالمشاركه ديالي في هذه التظاهره هذه، خصوصا في مدينتي في السجن المحلي بمدينه طنجه، وانا كنحسبها بانه حفل تكريمي للنزلاء اللي كاينين هنايا، الله يطلق سراحهم، وراه كاملين كنخطاو هما الخطا ديالهم جابوا من هنايا، فان شاء الله هذا بحال دعم ليهم ان شاء الله باش يحاولوا يتاقلموا عاود من يخرجوا ان شاء الله. سمعنا اخبارات زوينين بانهم وفروا لهم شغل، فرص عمل من يخرجوا، فهذا الشيء كيفرح بزاف، وانا يشرفني نحضر حفل بحال هذا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.